مشاهدينا الكرام، احنا موجودين دلوقتي داخل فرع الانتقاه والتوجيه، وهنشوف بناتنا اللي موجودات دلوقتي الراغبين في الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحه. هنشوف الاختبارات اللي مروا بيها على مدار الشهور اللي فاتت. نتعرف عليكي. طالبه نورهان غازي علي العشري. اهلا بيك. انت جايبه مجموع كام؟ حاصله على ثانويه عامه مجموع 368. كام في المية؟ 89.8%. طب كويس. عاوزة تقولي ايه للمعهد الصحي للقوات المسلحة؟ نفسي اقدم حاجة لبلدي، وان شاء الله مصر في طريقها نحو الافضل. قولي لي الاختبارات اللي انت مريتي بيها خلال مراحل التقديم ايه؟ كان طبعا اول حاجة الكشف الطبي، بعد كده كان في اختبار رسمات وقدرات، بعد كده في اختبار رياضي، تربية رياضية اللياقة البدنية. ايوه قلت الضغط بقى والعقلة والحاجات دي. ايوه، وجري معدل. وكان في هيئة، وبعد كده كان في تحاليل واختبار اللغات، وبعد كده بقى مناظرة هيئة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب مساعدية النهارده ان شاء الله؟ بإذن الله. بالتوفيق يا ربنا يكرمك ان شاء الله. نتعرف عليك. الطلاب اللي هذا ربيع عبد الحارس عيد. جايبة كام في الثانوية العامة؟ جايبة 92. كويس. جاي لك ايه بره؟ جاي لي تمريض وجاي لي لغات وترجمة بس القاهرة. طب عاوزة تدخلي ليه المعهد الصحي؟ أنا بحب أصلا القوات المسلحة جدا جدا، وبعدين كل عيلتي تقريبا إخواتي يعني بيطري وأسنان وصيدلة، فأنا حبيت أغير شوية. وأصلا لما تكون حاجة تبع القوات المسلحة بكون لك مكانتك في المجتمع أصلا. مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا موجودين دلوقتي داخل فرع الانتقاء والتوجيه للقوات المسلحه، ومعنا بعض الامهات الموجودات مع بناتها اللي بيختبروا النهارده للالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحه. معنا بعض الامهات. نتعرف عليكي. مدام هبه احمد راشد. اهلا وسهلا بيكي مدام هبه. حضرتك. مين هي؟ جايبه كام في الثانويه العامه؟ جايبه 91%. كويس. جالها ايه بره في التنسيق؟ جالها كليه زراعه دمنهور. هي كانت هي اللي عايزه الرغبه، ولا انت كأم يعني تحب حياه النظام وحياه الجيش وطول عمرها تحب تطوع يعني؟ معاكي بنات تاني ولا اولاد؟ لا، بنتي الوحيده، معايا ولد وولدين كمان، احمد ومصطفى. يعني هي بنت وحيده يعني. عاوزه بقى تدخليها القوات. طب يعني ده مش صعب عليكي؟ طيب والله هي حابه كده وانا كمان حابه كده. بنتك النهارده؟ جاي مع جهاد. طيب جهاد بتيجي وانت كنت بتيجي معاها كل الاختبارات ولا؟ باجي معاها لان والدها حالته الصحيه تعبانه شويه. الف سلامه عليك. امشي بيها على طول. الله يسلمك. جايبه كام في الثانويه العامه؟ 91.6. لا ما شاء الله. جالها ايه تنسيق بقى؟ جالها تربيه السادات. لكن هي رغبتها عاوزه تيجي للمعهد الصحي. هي كانت رغبتها وحلم حياتها طب عسكري، وبعد كده لما المجموع خانها يعني فقالت خلاص ادخل تمريض عسكري برضه، لان انا والدي اصلا راجل جيش ومربيه اولادي تربيه ميري، فعارفين يعني ايه جيش ويعني ايه التزام والكلام ده كله. لكن هي رغبتها مش رغبتك انت. لا رغبتها والله. رغبتها. تعرف عليك؟ حنان ابراهيم عويس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. هي اللي عايزه بقى تدخل المعهد الصحي للقوات المسلحه ولا انت اللي شجعتيها؟ هي من صغرها وهي اصلا نفسها في كان نفسها اصلا تخش طب عسكري. عشان المجموع بقى. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، احنا موجودين دلوقتي داخل معمل القياسات النفسيه والنفس الحركيه داخل فرع الانتقاء والتوجيه، وهنشوف بعض البنات بيختبروا هذا الاختبار وبيقيس هذا الاختبار الثبات الانفعالي ليهم. معنا احد البنات. نتعرف عليكي. اسماء علي طه، وهبه من محافظه دمياط. ازيك يا اسماء؟ انا كويس. اختبرت الاختبار دوت ولا لسه؟ تمام الحمد لله. قولي لي بقى، كان الاسئله بتاعته كانت عامله ازاي؟ أسئلة كويسة، بتقيس مدى الثقة بالنفس والقدرة بتاعتنا على مدى التحمل والضغوط والمسؤولية، بتقيس برضو أسئلة شخصية عننا، وكلها أسئلة عادية. تمام. تجيبها كم في الثانوية العامة؟ 94.5. جالك إيه بره؟ جالي معهد فني تمريض. تمام. أنت عاوزة تلتحق بالمعهد الصحي، ده رغبتك ولا رغبة أسرتك؟ لا، أنا يسعدني وشايف إنك كنت مع القوات المسلحة. نتعرف عليكي؟ شيماء جلال عبد الحميد من محافظة الشرقية.
نجمة. اهلا. اختبرت الاختبار النفسي ولا لا؟ اختبرته كويس. كان كويس. في اللي هو يعني مثلا سرعة البديهة، ازاي بنفكر، ازاي مثلا لو قابلنا موقف ازاي نتصرف معاه، كان كويس جدا. ثبتك الانفعالي وقدرتك على التحمل والاتزان، وازاي افكر بسرعة في وقت قياسي بالظبط كده. تمام. انت جايبه كام في الثانوية العامة؟ 97.7%. بسم الله ما شاء الله. جالك ايه بره؟ كلية تمريض جامعة الزقازيق. انت عاوزه تدخلي بقى المعهد الصحي؟ انا عايزه اخش المعهد الصحي، لان انا كان نفسي اخش حتى من ثالثه اعدادي، فاثرت ان انا اخش ثانوي لما عرفت ان هو من ثانوي ومن علم علوم كمان. عارف ان هو داخلي بقى والتزام وانضباط. مستعديه بقى لل مستعده؟ جميل. طرف عليكي. اسماء الله جايزين، جايه بقى ادي اختبار سمات الشخصيه لالتحاق بالمعهد الصحي يا ناس، وانا مبسوطه جدا ان انا جايه بعد الاختبار ده، وان انا عايزه التحق بالمعهد الصحي، وحابه ان انا اخدم بلدي جدا، وحابه ان انا اكون في خدمه بلدي في اي وقت. اهلك بقى واسرتك بيقولوا لك بيدعموك ان انت تلتحقي بالمعهد الصحي؟ اكيد طبعا يا فندم، بيشجعوني جدا وبيقولوا لي ما تمليش وما تستقميش، ده حاجه كويسه جدا ان انت تخدمي بلدك، وان انت تكوني في خدمه وطنك في اي وقت.